الامتحان 3 ل 10 ل 5. في ريحه غريبه جت فيا برفان وشاف ريحه مسك. خلاص سوي اقول لك وقف كل شيء عندي خلاص والله العظيم ما في قفلت معي خلاص. خد بالك لو فضلت ماشي بالغباوه دي هتتعب تاخدش الامور كده بالدماغ الغبيه دي. في ايه يا عم ايفان مش لاقيها هندور على ايفان مش كل حاجه الدنيا وقت ايفان خلاص خد بالك مش حلو ان خلاص حصلت مشكله ان خلاص انا قفشت والحياه وقفت ولا هو مفيش. يلا اوكي يلا انت خسران لكن لازم تقعد تفكر انت دلوقتي محطوط في المفيق بكره ايفان لازم تلاقي فكره تلاقي دلوقتي تلاقي كمان شويه تلاقي بكره انت لسه بتحاول تصلح بتحاول مش لا خلاص انا مش هينفع لازم تقدر تحاول جيبها يمين وشمال ولا ايه؟ صح اه الاسلوب ده مش حلو مرتبه مره بيكون بيرقى اخر حد بيلقى فكره نص ساعه الايفال ما شاء الله بيلقى فكره وبيكون من احسن الناس اللي قدمت طبعا اللي جاب اصلا بالغلط حتى انا احسن ناس كده بس عشان المشهد كله بس بكره المشهد اللي بشوفه بمعنى هو كوميدي مثل ولازم اكون متحرك مرتاح ولا في شيء يحمس يعني قلبي ومفتاح بالكيك بسماء الرسام صباح بينادى قلبي ومفتاح بالكيك بمسايخ الابيض بمسا وصباح بينادي علي قلبي مفتاح احباط والله احباط والله احباط والله بجد احباط تقول لي بقى الفاينل طلع صار الفاينل خطوط شايلنا الهموم ده اكلمك جد يا محمد هذا الجد هذا الجد تقول لي فاينل ريجل بس انا عايز اقول حاجه واحده البرايم اللي فات انت مش كنت توب 1 وعامل ايفانيل قبل كده احسن واحد عايز تكتئب اكتئب اسالك سؤال بكره هتفشل وهتعمل ايفان زي الزفت بس شو استفدت من افضل ايفال على ثلاث اسابيع وافضل وثلاث اسابيع توب 1 توب 5 هو سجلك سجل التعليق هيقيمك هيقيمك غير اي حد ثاني هو قدامه انت راجل توب 1 مجتهد بتساعد زمايلك في الايفال حبيبي هذا هنا بره ما تدري ايش صاير اصلا سلطان هنا انا ممكن توب 1 الاسبوع اللي راح بره ما ادري ايش فيه اي حد فينا معرض انه يطلع من هنا ويمشي اوكي انت وعد حبيبي انا عندي اطلع من عادي مش مهم اوكي سافر من مهم من ايه مشكلتك عايز افهم حاجه انت ايه مشكلتك انا عايز افهم انا خلقت كلام ما لكش رد فعل الناس برا يا اخي انت ولد رد فعل الناس عشان الناس ما قالتلكش
سلطان برافو انت كنت توب حبيبي مهبو مو سالفة سالفة ما الناس قالت لي برافو توب وان ولا توب انا ساعتها هنا مو جاي امثل نفسي بس نفسي ما تدري يا اخي انا ما ادري ايش اكتب الناس ما فيش ما يعني انسى هدايا توريك حب الناس ليك تمام بس لسؤال كل ما تعمل حاجة في الناس اتعامل على طلباتك والناس هتحبك وهتفهم انت بتعمله ده لما ان شاء الله بعد شهر ونص لما تطلع من البرنامج شهر ونص طول على كده على كده رماد ما مستحيل اوصل شهر ونص انت ايه مشكلتك؟ ايه اللي مش راضي عن نفسك في ايه؟ انت مش فاهم ما فهمتني زي للاسف شايف انت بصراحه بتستعبط انا شايف كده ممكن يعني راجل توب 1 يعني مش عارف ايه مشكلتك؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ لو الناس ما كانتش بتحبك ما كانش حد هداك عربيه وشقه يا حبيبي سؤال هسألك سؤال الراجل يعمل ايه؟ كلمني الكلام على اول غير الحين غير اول غير انا ايه من اسبوع لاسبوعين؟ لاسبوع ايه؟ سهلة انا من اسبوعين انا جاي تليفون كان سلمي افهم مني افهم مني كلام انت اللي ما انت ما فاهمني والله سلطان مثلا لما حد يهديك حاجه زي دي حاجه مثلا مقدارها 200,000 دولار ده معناته ان انت مجرد واحد بيتفرج على التلفزيون ولا حد جامد جدا يمكن كلمه جامد جدا يعني حاجه غير معتاده حاجه ممكن اقول شيء صغير انا اتكلم لك عن شيء قبل هذا اول يعني قبل اسبوعين من اسبوعين الناس هتغير رايها فيك؟ ما تدري ليش لا؟ يبقى انت ما عندكش ثقه في نفسك انت عندك ثقه في نفسك ولا لا؟ بس لما يجي مثلا اهلي يكلمونك يقول لك والله انه في ناس زعلانه منك ترى يا عم الناس زعلانه منك عشان بتحبك هم لو مش بيحبوك ممكن يزعلوا منك زعلانه منك وشعورك ايه سويت؟ ايه سويت؟ اسمع مني وشعورك ان انت متضايق عشان الناس زعلانه منك ده كفايه يرضيهم اكيد انا اكثر شيء متضايق ومؤثر علي هو ان انا حاسس ان في ناس برا زعلانه مني كثير ما ادري ليش مو لان انا اسوي غلط بس انا احساسي كذا انا حاسس لما كلمت اليوم اهلي ما يعني كان ردة فعلهم عادي يعني كان اخوي يكلمني عادي انه وضعك زين واهلك مبسوطين انت تبغون يباركون لك بس يعني ما حسيت انه توب 1 بنسبه انه برايم العاشر توب 1 شيء صعب توب 1 انت خلاص اخذت الالتحاف يا بعد عمري بدا الالتحاف بس انا سويت شيء قوي يعني الالتحاف ورد ما اتوقع انا ما شيء قوي رده الفعل شيء قوي بس الشخص مش لازم حسيت انه الناس انه برا ممكن في ناس ما عندنا توب 1 انت اهلي ومبروك على التوب 1 يعني هميها اخوها هيتشوق في التلفزيون في التليفون يا مبروك حبيبي لا لا جيراننا البوابه عمل لك مثال في العماره من تحت لا لا انا مش كده انا مو سالفه ان انا حاسس ان في ناس بره زعلانه مني بس ما ادري ليش بص اعمل المشكله ان انا ما ادري ليش انا مو عشان توب 1 ولا عشان توب 5 ولا عشان لا عايز ترتاح انا عايز خلاص تتعبنا معاك خد بالك انا ممكن اسيبك واقول لك براحتك ما تخنقنيش يا سلطان بجد انت بتنرفزني سلطان اطلع توب 1 اتزفت اعمل كويس في البرايم وارمي البحر مالكش دعوه بحد انا مو عن سالفه توب 1 ده مش لازم حد انا اتكلم ان انا احس ان بره في ناس زعلانه مني ما ادري ليش يا عم ما حد زعلان منك انت والله انا حاسس كده واذكرك والله العظيم ما بس يا جماعه الناس اللي بتحب سلطان يا ريت تقولوا له ان ما حد زعلان منه وان انتوا بتحبوه وان هو شرف السعوديه ومشرف السعوديه وان هو راجل من احسن الناس اللي في الاكاديمي يعني مغربي هو محتاج تشجيع منكم اسمعني مش عارف ماله اسمعني الكلام مو كلام انه تقول لي انت اخذت توب 1 ولا كلام اني اخذت انا لو تجي انا لو اسمع كلمه ان سلطان احنا راضين عنك بس انا هذه تفرحني ترى اكثر من مليون عربيه ومليون شيء لما اعرف سلطان انت
انت احنا مش زعلانين منك بس هالكلمة، مش زعلانين منك وفرحانين فيك، مليون هدية مليون سيارة. يا عم هو لو حد مش فرحان بيك وفخور بيك كان هيديك حاجة زي دي؟ انا ما ابغى هذا، انا بس تكفيني كلمة احنا فرحانين فيك ومش زعل. انا كلمة مش زعلانين منك هذه اهم شيء، احنا مش زعلانين منك باي شيء. يا عم نسيبك من الناس، انا فخور بيك، انا زميلك في الاكاديميه حبيبي، انا فخور بيك. الكلام ده ما تخليش تنرفز، ولا مش بهرج، وانا مش بهرج، انا فخور بيك، انت راجل مجتهد بتعمل ايفيلات كويس، وانا فخور بيك بتساعد زمايلك. اسمع اتزفت واسكت، بتساعد زمايلك في الاكاديمي تمام، وبتغني الحمد لله كويس في البرايم، وصوتك بيتقدم، ومدام ميري والاساتذه بيشدوا بكده اوكي، واخدت توب 1. توب 1 دي مش من فراغ يعني، مش هيدوها لك كده. سلام حبيبي والله، انت مش فاهم بس اقصد. انا هسال سؤال، رأي اهم رأي اللي بيحدد، مش رأي اساتذة ومدام رولا اكيد، لما هما يديك توب 1 يبقى